السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ومعاكم هيام سار، اخصائية العناية بالبشرة والشعر. وفيديو جديد النهاردة هنعالج الشعر اللي انتم شايفينه ده. طبعا الشعر صعب جدا، كان مربط في بعضه، كان صعب التسليك نهائي. يعني هي جاية يا عيني حرام مش قادرة تسرح شعرها، هايش جدا. انا هخليه لها ان شاء الله ان شاء الله شعر ناعم وانسيابي وصحي، وفي نفس الوقت كمان هيطلع احسن من الاول. هنشوف مع بعض طريقه العلاج ازاي للشعر. طبعا هنعالج بالسيراميد، احلى بروتين انا هستخدمه النهارده معاها. اكوا مارين غني عن التعريف، طبعا انا بحب اشتغل بيه جدا للشعور اللي بتبقى متهالكه او محتاجه عنايه خاصه، لانه هو طبعا فيه ستيم سيلز وسيراميد وفيه فيلر وفيه بيوتين، فيه كل الحاجه اللي بيكون محتاجها طبعا زي للشعر. ما انتم شايفين الشعر هو كان صعب جدا في التسليك، مربط جدا يعني زي الشعر الخشابي كده شوية. هو عذبني شوية في التسليك وفي التسريح، بس الحمد لله النتيجة كانت روعة. هي ما صدقتش نفسها اساسا بالنتيجة. قبل ما تشوفوا بقى النتيجة، اللايك بقى للفيديو والاشتراك في القناة لسه ما اشتركش، وشيروا الفيديو لكل اللي انتوا عارفينه علشان يستفادوا من عروض البروتين عندي. عندي كل انواع البروتين وشحن لجميع المحافظات لغاية الاقصر واسوان، جميع خلطات الترميم، ترميم الشعر الحراري والترميم البارد، علاجات الشعر كلها بالميزوثيرابي والديرمابين، كل حاجة متاحة عندي في السنتر. ويلا بينا بقى نشوف الخطوات ازاي. اول حاجة احنا كده غسلنا الشعر كويس جدا وجهزناه، بنقفل مسام الشعر. طبعا مسام فروة الشعر بتتقفل زي البشرة بالظبط علشان ما يدخلهاش المادة، ليها مادة معينة بنقفل بيها المسام قبل ما نشتغل او نبتدي في الجلسة. بعدها هندهن البروتين على الشعر كله. كده طبقنا المادة على الشعر، هنسيبها ساعة ساعة ونص كده يعني على حسب، وهنغسل. طبعا بنغسل نص شطفة، بنشطفه نص شطفة مش شطفة كاملة، طبعا ده للمتخصصين، لكن مش متخصصة او هتعمل اول مرة او كده يعني كافي انك ترشي بس عليه رشة مية ومسحي بيه الفوطة، طبطبة بس كده بالفوطة عشان تشيل المادة الزيادة. تمام يا جماعة، اللي مش متمكن ما يشطفش الشعر خالص ولا نص ولا ربع ولا أي حاجة علشان المادة ما تنزلش وتيجوا تكبسوا وتقولوا الشعر مكسر ليه. تمام، هنكبس بقى ومع بعض في الكبس دلوقتي. وكده انا شطفت الشعر. انا طبعا علشان فاهمه الشطف ازاي بشطفه، بس زي ما قلت لكم الشطف بيبقى نص شطفه. هنشفه كويس جدا بقى وابتدي اكبسه كبسات، يعني باخد خصله خصله، كبس على خفيف. تمام، ده كده شكل الشعر بعد الشطف. بنزل منه بقايا الماده علشان ما تدخنش معاكي، وفي نفس الوقت عشان تريحك وانت بتكبسي. كده خلاص كبست الشعر كله وغسلته، وكده بنشفه. شايفين طبعا الشعرايه وهي مبلوله، ما فيهاش كسرات، ما فيهاش اي حاجه. شوف بقى الشعر بعد ما ينشف كمان، وجمال النتيجه بتاعت الاكوا مارين. يعني بجد بروتين، مش عايز كلام، انا بس سايبه النتيجه هي اللي تتكلم. شايفين الشعر الفرق كبير ازاي، واضح من قبل وبعد. بقى الشعر ناعم، في حيويه. الاول ما كانش بيتسلك نهائي خالص، كان مجعد مربط. يعني الحمد لله النتيجه مرضيه جدا، وهي ماشيه مبسوطه جدا جدا، وهقول لكم رايها كمان دلوقتي، هخليها تقول لكم رايها بنفسها. ودي معانا كده نتيجة الشعر. طبعا شفتوه قبل كان عامل ازاي، عايزين نعرف رأي بقى البنوتة اللي عملت شعرها النهاردة كده. ايه رأيك في شعرك؟ جميل جدا وشكرا يا بنت هنا، انا بشكرك جدا بس. بس كده كفاية، تعبتي؟ ايه رأيك في شعرك؟ ايوه في فرق كتير ولا ايوه مفيش فرق فرق؟ كتير جدا وجميل جدا، تتهني بيه يا شكرا رب. اهم حاجة وشكرا. مبسوطة. ايوه الله يخليكم بجد، والله شغل عالي جدا، تسلمي. ناس ذوق محترمين خالص، ورأيك في انواع البروتين بتاعتنا؟ جميلة بجد طبعا ما انتوا شاء جربتوا الله. قبل كده، يعني عملتوا ذكاء نفس النتيجة. لا لا ده جميل بجد. طيب ماشي، يلا نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. ومنتجات روتس كوزمتكس، لطلب اي منتجات ان شاء الله هكتب لكم رقم تليفوني في الديسكريبشن بوكس. بنشحن جميع المحافظات، جميع خلطات العناية، مجموعات العناية كمان، الافتر كير اللي هي شامبو بلسم وحمام كريم وسيروم، كل منتجات البشرة والشعر والجسم موجودة عندي. شحن جميع المحافظات، والى اللقاء في فيديو اخر مع هيام سقسقة.